أكد وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين الموقف الثابت للمملكة في تنسيق الجهود وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز سبل التشاور والعمل التشريعي والدبلوماسي عالميا بما يحقق مصالح الدول وشعوبها. وأوضح وفد شعبة البرلمانية خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة 18 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والتي انعقدت في مدينة براغا البرتغالية تمسك المملكة دائم بالدعوة لإشاعة السلام وصون حقوق الإنسان واستمرار الجهد الدبلوماسي لمعالجة جذور التوتر والصراع وصياغة الأسس السليمة في التعاطي مع القضايا ذات العلاقة بالشأن البيئي والمناخي والطاقة والذكاء الاصطناعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السلطة التشريعية لا تدخر جهدا في تطوير منظومة التشريعات الوطنية على النحو الذي يدعم السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. طبعا تأتي مشاركة مملكة البحرين انطلاقا من حرص السلطة التشريعية على أن تكون مشاركا فاعلا في الاتحادات والروابط والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية على النحو الذي يعزز الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية كبيرة على تطور جهود السلطة التشريعية في مملكة البحرين، واطلاعها أيضاً على الممارسات الديمقراطية والتشريعية من مختلف دول العالم، وأيضاً نستعرض منجزاتنا الحضارية وننقل خلاصة تجربتنا وممارستنا الديمقراطية المتمثلة في التطوير المستمر لمنظومة التشريعات الوطنية المساندة للجهود الحكومية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تم التطرق للعديد من المواضيع الملحة والقضايا المعاصرة، وفي مقدمتها الحوار ما بين المجتمعات وحقوق الإنسان والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بما يضمن وضع إطار قانوني لحماية الأفراد ضمن بما لا يخالف حقوقهم. كذلك تم التطرق إلى واقع الاقتصاد العالمي وتطورات المنطقة الأرومتوسطية والخليجية في ظل التوترات الحالية.